توصلت الأحزاب العربية مؤخراً إلى اتفاق ينص على إعادة تشكيل القائمة المشتركة من جديد، وذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 17 من أيلول سبتمبر العام الجاري. نحن أبناء أحزاب وتنظيمات سياسية، وهذا الاجتماع للجبهة الآن من أجل إقرار بعض التوجهات، من أجل آمل الأسبوع القادم سيعلن كل يعني عن إقامة القائمة بكل تفاصيلها، أقصد بذلك البرنامج السياسي وأيضا التركيبة. يعني المساعي بدأت مباشرة بعد الانتخابات، والانتخابات الأخيرة والانقسام الذي كان لم يبقي خيارا للأحزاب العربية إلا أن تعود إلى رشدها وأن تجلس مع بعضها البعض لتعيد بناء القائمة المشتركة. بالأمس أصدرنا البيان الأول الذي يعبر عن هذا الموقف المبدئي، وشارك فيه الأحزاب الأربعة التي شكلت القائمة المشتركة في السابق، وهو التزام عمليا أمام الجمهور أننا سنخوض الانتخابات في إطار القائمة المشتركة. أجواء إيجابية خيمت على الشارع العربي عقب سماعه عن المساعي والجهود الحثيثة لإعادة رص الصفوف بين كافة الأحزاب لكي تخوض الانتخابات المقبلة موحدة في وجه قوى اليمين الإسرائيلي الفاشي الذي يسعى إلى نزع الشرعية عن الجماهير الفلسطينية في الداخل. القائمة المشتركة هي المطلب الشارع الوسط العربي أجمع، والإشي اتضح في الانتخابات السابقة، مش الانتخابات اللي قبل شهر ونص، كانت الانتخابات السابقة إنه كان في مطلب جماهيري واسع لتشكيل القائمة المشتركة، وتم التجاوب مع هذا الأمر وشفنا الإشي والنتيجة كيف كانت، إنه كان زاد التمثيل لأعضاء الكنيسة العرب في القائمة. القائمة المشتركة حققت إنجازات عديدة لمجتمعنا، ومن الضروري إنه يعاد تشكيل هذه القائمة بحيث إنه ننجح بإعادة مثل هذه الإنجازات وأكثر. يعول أبناء المجتمع الفلسطيني في الداخل آمالاً كبيرة على انطلاقة القائمة المشتركة من جديد ونجاحها هذه المرة، ليس فقط بزيادة التمثيل العربي داخل الكنيست بل بتأثير نوعي على السياسات الإسرائيلية.